अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ने का पूरा तरीक़ा प्रैक्टिकल के साथ बताएंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दें। उससे पहले हम आपको कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहते हैं। नियत बांधने के बाद इमाम साहब के पीछे आहिस्ता आवाज़ में सना पढ़कर खामोश खड़े हो जाएं। आपको कुछ पढ़ना नहीं है, जो पढ़ेंगे इमाम साहब पढ़ेंगे। रुकू, सुजूद की तस्बीह, तकबीरात इंतकालिया यानी अल्लाहु अकबर, है ना, रुकू से उठते वक्त, रुकू से है ना सजदे में जाते वक्त और दुरूद इब्राहिमी वगैरह, ये सब आप आहिस्ता आवाज़ में पढ़ेंगे जैसे आम नमाज़ों में पढ़ते हैं। ईद उल अज़हा की नमाज़ में 6 जायद तकबीरें कही जाती हैं। आप गौर से वीडियो देखें कहाँ कहाँ तकबीरें कही जा रही हैं और बाकी नमाज दूसरी नमाजों की तरह ही पढ़नी है। नियत की मैंने 2 रकत नमाज ईद उल अज़हा वाजिब 6 जायद तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इस इमाम के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ। अल्लाहु अकबर। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक इस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن تولد ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله عزيز دوستو ہم نے آپ کو سمجھانے کے لیے سکھانے کے لیے اس ویڈیو میں سب کچھ بلند آواز سے پڑھ کر بتایا ہے تاکہ آپ اپنی نماز درست کر لیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ